الدول المتقدمه، لو بنبص على تجربه ماليزيا، بنبص على تجربه اليابان، بنبص على تجربه الهند اللي كانت في فقر شديد جدا انها توصل النهارده لاكبر دوله تكنولوجيا على مستوى العالم. هم فكروا في منظومه التعليم، احنا مش بنتعلم ايه؟ لو قلت لحضرتك السؤال احنا بنتعلم ايه، تقولي نتعلم ازاي؟ احنا عندنا 50,000 مدرسه، وعندنا 22 مليون طالب بيصحوا كل يوم الصبح، وعندنا مش عارف كام وجبه مدرسيه. ولكن السؤال الحقيقي اللي لازم نساله لنفسنا، احنا بنتعلم ليه؟ لو سالنا نفسنا هذا السؤال قدرنا ان احنا نوصف المشكله بتاعتنا نص الحل، والباقي علينا ان احنا نمشي في النص التاني. تمام. يبقى اول حاجه النظام التعليم. تاني حاجه، ودي حاجه مهمه جدا وخطيره جدا، اصلاح المؤسسات الدينيه سواء في الازهر او الكنيسه. لو بنتكلم على منظومه قيم في المجتمع المصري لاعاده بناء الانسان المصري اللي هو التنميه البشريه، اللي كلنا بنسمع عن الكلمه دي، مرتبطه بدخل الانسان، بصحه الانسان، بتعليم الانسان. لو بنتحدث على منظومه اصلاح ديني حقيقيه، فلا بد ان احنا نصلح المؤسسات الدينيه. المؤسسات الدينيه عليها دور كبير جدا، فهي تعيد احياء الشخصيه الانسانيه. يعني ايه الشخصيه الانسانيه؟ الحاجات اللي كلنا مسلم يهودي مسيحي بنتفق عليها، اللي هي الاخلاق، اللي هي القيم، اللي هي المبادئ، اللي هي عدم الغش، اللي هي التسامح، اللي هي حب الناس، حب الخير الى اخره. طيب. فبالتالي لازم خطب الجمعه او في الكنيسه يوم الاحد لازم القيم دي تزرع في